أليست الأحزاب اليوم عاجزة عن تأتي عن أن تأتي بكفاءات قادرة على تدبير القطاعات المأزومة اليوم؟ إلى متى ننتظر؟ لا عمليا، وهل هناك وصفة أخرى من غير الديمقراطية وصناديق الاقتراع اللي يمكن لها تحلينا المشاكل؟ ليست هناك من يدعو اليوم إلى إبعاد أحزاب سياسية ونجيب بحكومة تكنوقراطية. إذا الأزمة هي أزمة بنيوية فيها واحد نوع من التراكم. الفشل الحكومي في حل مجموعة من الإشكالات لا يعني إبعاد الفاعل السياسي، لأنه في العالم كله كاين نقاش عمومي، كاين واحد نوع من التجاذب بين الفاعلين السياسيين. هذا الفاعل اليوم تحمل المسؤولية، ما توصلش النتائج إيجابية، مفروض على أن صندوق الاقتراع تفرض واحد النوع من التغيير، وخص فاعلين سياسيين اليوم تتناقشوا على برامج. شنو هو النقاش اللي كاين اليوم؟ عن أشخاص، عن عبد القادر، عن مواقع، اكثر ما هو نقاش على فين فشلت الحكومه على المستوى البرنامجي وما هي البدائل البرنامجيه اللي يمكن نحلوا بها الاشكالات السياسيه. سؤال انت، انت فاعل سياسي في حزب يعني حكم البلاد لسنوات وسنوات، ما تمررهاش حزب استقلال لم يحكم البلاد لسنوات وسنوات. حزب استقلال تحمل المسؤوليه في تاريخ المغرب لفترات وجيزه، ونحسبوها انت استاذ ديال التواصل السياسي غنقول لك لبغيتي، واخا المغاربه عارفين شنو هي الحكومة اللي تحملنا فيها مسؤولية. حزب استقلال قضى في المعارضة أكثر مما قضى في تدبير العام، وترأس الحكومة لم يحكم، تحمل مسؤولية التدبير الحكومي في دساتير نعرف ما هي حمولتها في التدبير. ليس تهربا من حصيلة الحزب، ليس تهربا من المسؤولية، ولكن توضيحا، لأن من يستهدف الفاعل، واسمح لي أسير، من يستهدف الفاعل السياسي يحاول أن يمرر مجموعة من الأحزاب. خذوا من 98، من 98 تقريبا، يعني من دون ان نغرق في التاريخ. من 98 حتى 2013 حزب الاستقلال كان شارك في الحكومه. اذا احنا مشوا على الانتقال الديمقراطي، ما تنقولش انا حزب الاستقلال مسؤول لوحده، لا، كان مسؤول عن كل الحكومات. حتى نقولوا احنا اليوم ان الاحزاب السياسيه مع الاسف، يعني ان لو المغرب الان في كل المؤشرات الاقليميه والوطنيه والدوليه المغرب يتراجع، خصوصا في السياسات العمومية. ما ننسوش هناك الفصل 42، هناك الملك ورئيس الدولة، راه ما يمكنش يخلي الأحزاب السياسية يمشوا بالبلاد إلى الهوية بعض الأحزاب. وبالتالي فالتدخل الملكي أتى لإرجاع الأمور إلى ما صفيها. هو يحترم الدستور، ولكن لا يمكن أن نترك المغرب بيد بعض الأحزاب أو بعض الناس المسؤولين اللي ما مأهلينش اليوم النخبة اللي خلينا نتكلموا عليها في المغرب. ما نتكلموش على المعايير المغربية، المعايير الدولية.